هذا وجدد أمير دولة الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح دعوته للأطراف اليمنية للجلوس على طاولة المفاوضات للخروج بحل سياسي يوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 أعوام. وأننا نؤكد مجددا موقفنا لدعوة الأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات وصولا إلى الحل السياسي المشهود الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.